أحسن الله إليكم. أم سالم من أبها تقول: أنا مريضة في السكر في الدم وأستخدم الأنسولين، هل يجوز أن أفطر؟ الإنسولين الذي في العضل ما يضر الصيام، ما يضر الصيام، إنما الإبرة التي في الوريد لا، هذه تبطل الصيام، أما التي في العضل فلا تبطل الصيام، وتجنبها أحوط وأتم. نعم.